بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الفلاوين، وصح فطوركم وصح سهركم بحسب الوقت اللي تلحقكم فيه الفيديو تاع اليوم اللي حنهضروا فيها على المتوم العاصمي لبنات، متوم الأفراح العاصمية والمناسبات السعيدة العاصمية. بما أنه كنت عملت لكم من قبل في بدايات القناة المتوم على طريقة ناس الشرق اللي هو يسموه عندهم الكفتة. هذا المتوم اللي أنا معجبة بزاف به اللي هو الكفتة، يجي مختلف تماما عن المتوم العاصمي. الكفتة تاع ناس الشرق يجي يعني يجي فيها كميات تاع البصل كساسوا في المرقة ولا في الفيون داشي، ويجي فيها التوم كذلك. لمتوني وقلت لي ماشي هذا هو المتوم. انا قلت لكم اليوم انه كاين فرق بين الكفته تاع ناس الشرق وبين المتوم العاصمي اللي حنديروه اليوم على اصوله يا يعني البنات اللي حابين يتعلموا المتوم العاصمي. الوغ من بين قواعد تاع المتوم العاصمي هنا لازم يكون بكميه تاع السمن ولا المارغرين ولا حتى خليط بيناتهم، يعني ما نديروش فيه الزيت، يبقى من الاطباق التي يمنع فيها الزيت، يعني انتيرجي نحطوا فيها الزيت. نحط فيها كمية تاع اللحم، وهنا المتوم العاصمي يجي باللحم تاع الغنمي دابور يعني لافيون دانيو، من بعد يقدر يجي باللحم بقري، من بعد في الاخير الدجاج تقدروا ديروه باطراف تاع البولي. يعني انا عطيتهم لكم بالترتيب. وهذاك اللحم لازم يتحمص مليح في هذاك السمن والمارغرين، والنار تكون ناقصة ما نقويوش عليها، لأنه لو نقوي عليها راح يتحرقنا هذاك السمن ولا لو بور كلاريفي. الوغ كيما قلت لكم البنات، تحمصوا مليح اللحم تاعكم في السمن وفي المارغرين. هنا كيما راكم تشوفوا حطيت عود صغير تاع القرفة، يعني عود صغير وقسمته على زوج، وحطيت الملح السال بوفر بلون فلفل ابيض باش يعني ما نكحلش المرقة، والقليل فقط من القرفة يعني لاكانيل. هادو هما التوابل اللي نحطوهم في الثوم العاصمي، لكن مازال كاين معلى راكو تشوفوا هنا نحطو الثوم المرحي ولا المدروس ولا المسكرفج ولا كيما حبيتو. نحطو كمية مليح تاع الثوم، هو اسمه مثوم نسبة لكمية الثوم اللي فيه. يبقى لي هنا الفرق بينه وبين الكفتة على طريقة ناس الشرق، انه نزيدو التابل الاخر اللي هو الكمون. فوالا، كاين هنا اللي يحطو الكمون في المرقة وفي الكفتة، وكاين اللي يحطو غير في الكفتة يعني ولا في اللحم المرحي ما يحطوهش في المرقة. انا ما نحطش يعني كيما راكم تشوفوا هنا حولك، فوالا نحط، عفوا سمحوا لي، نحط الكمون كمية قليلة في المرقة، لكن في اللحم المرحي نحط كمية لا بأس بها. من بعد نحطو لي بواشيش ولا الحميصة، إذا كان طيبتوها من قبل حتحطوها أكيد في الأخير. إذا كان الحميصة تاعكم ماشي طيبة تحطوها في البداية، وحطو كمية مليحة يعني بون كونتيتي دو بواشيش، لأن المتوم يحب الحميصة. مرقت بالماء يغلي قسمه يطيب لي هداك اللحم. الوغ بين ما اللحم راهو يطيب نجوزو للحم مرحي باش نوجدوه. هنا حنحطو له نفس التوابل اللي حطيناهم في المرقة، يعني ملح فلفل ابيض وقرفة وشوية تاع الكمون، واكيد نزيدو كمية تاع الثوم ولا ديغوستا، يعني نحطو كمية لا بأس بها. انا هنا درست الثوم فوالا وحطيت كمية تاع الثوم. زدت التابل الاخر اللي هو الحرور، الحرور يزيدو تانا بنا هايلة. هنا شفتو كيما شفتو معايا حطيت مغرفة تاع الفارينة، اون كويغ اسوب بيان بومبي دو فارين. هديك الفارينة رايحة يعني تلينا لا فيون داشي كيما راكو تشوفو، وكذلك راح تلينا لاصوص تاعنا. زدت عليها بياض البيض، هاني زدت الفارينة لانه شفت انها يعني بياض البيض هنا غلبني شوية، لهذا زدت الفارينة. اذا كان نتوما يعني روحوا بالعقل على بياض البيض هاوليك، وحبيت نزيد له شوية يعني درت بياض بيضة واحدة. الفارينة صدقوني بنات تعطيكم توم يجي بزاف شباب، وكي ترموا لي بولات تاعكم في لاصوص تاعكم تجيكم خاطرة وتجيكم ثقيلة.
هنا متوم العاصمين اش نقولوا حبيبات تاع اللوز، يعني اذا كان حبيتوا تكرموا الضيوف تاعكم، اذا حبيتوا يعني تخدموه في مناسبات الافراح، اش نقول يا حبيبات تاع اللوز، قاعدة هذا امر اختياري. هنا المرقة تاعي هاي ليك، شوفوا البنات واحد الريحة يعني هايلة هايلة. ثم ننزل عليها غامليك لي بولات تاع الفيون داشي، وهنا لازم نقص النار تماما باش يعني لما نحطو اللحم الريحي تاعنا ولا لي بولات يعني ما يتفتحوش. عفوا، فوالا النار ناقصه، نغطي عليها ونخليهم راحين يشربوا هذيك المرقه كما تشوفوا معايا. يعني هذيك الفرينه اللي درناها عفوا، هذيك الفرينه اللي درناها تخطر لنا المرقه تاعنا، والطبق تاعنا راه واجد، نقصوا عليه وخلوه يطيب على غردو كما راكم تشوفوا. متوم عاصمي من اروع الاطباق العاصميه، هايل هايل هايل. تبقى يعني كل واحد واش يحب يدير متوم عصامي ولا يدير كفته بحسب الاحوال. هاوليك شوفوا الوجه تاعو كيفاش يجي، وعمركم ما تحركوا بالمعرفه، تحركوا غير هكا يعني بيدين الطنجره تاعكم باش يعني نحافظوا على الشكل تاعهم. الوجه تاعو لازم يجي صفر، يجي يعني شباب. وهذا هو كان طبق المتوم العاصمي، اللي يعني نتمنى ان شاء الله انكم عرفتوا انه الطبق اللي درتو لكم قبل الكفته يعني مختلف قليلا عن المتوم العاصمي. هو يجي فيه الكمون ويجي فقط بالثوم، على عكس الكفته اللي يعني يجي فيه البصل وما نديروش فيه الكمون. نتمنى ان شاء الله انه لا فيديو تاع اليوم تكون نفعتكم بالدرجه الاولى. نبقى نقولوا ان الجزائر طويلة وعريضة وكبيرة، والأطباق تاعها متنوعة، وتحيا كامل الأطباق الجزائرية. نسلم عليكم كامل في كل ربوع الوطن الجزائري. صحة فطركم، صحة سحوركم، سلام.